قم بعملية القسمة ووضح الناتج بصورة نسبية مبسطة وحدد المجال. سنبدأ مع هذه العبارة. لدينا عبارة نسبية واحدة مقسومة على عبارة نسبية أخرى، وكما رأينا في عمليات الضرب من قبل فهذه العبارات النسبية تكون غير معرفة عندما تساوي مقاماتها صفر. إذا P زائد 5 لا يمكن أن تساوي صفر، وإذا قمنا بطرح 5 من كلا الطرفين لا يمكن أن نسمي هذه معادلة، لكن يمكننا أن نسميها غير معادلة. إذا نطرح ناقص 5 ناقص 5 من كلا الطرفين سنحصل على P لا تساوي، نحذف هذه، لا تساوي ناقص 5، هذا ما يخبرنا به. هنا يمكننا أن نقوم بنفس التمرين لأربعة بي زائد 20، أيضا لا يمكن أن تساوي صفر، فإذا كانت كذلك فستكون العبارة غير معرفة. نطرح 20 من كلا الطرفين، أربعة بي لا تساوي ناقص 20، فنقسم كلا الطرفين على 4 بي لا تساوي ناقص 5، إذا في كلا الحالتين بي تساوي ناقص 5، ستجعل هذه العبارات النسبية غير معرفة. إذا المجال هنا عبارة عن مجموعة الأعداد الحقيقية، مثل إذا مجموعة الأعداد الحقيقية، أي أن P عبارة عن مجموعة الأعداد الحقيقية بحيث أنها لا تساوي ناقص 5، أي أنها عبارة عن كل الأعداد ما عدا ناقص 5، جميع الأعداد الحقيقية. لقد قمنا بتحديد المجال، الآن سنقوم بتبسيط هذه العبارة. عندما نقسم على كسر أو عبارة نسبية فهذا هو الشيء نفسه كالضرب بالمقلوب. دعوني أعيد كتابة هذه هنا. 2 بي زائد 6 على بي زائد 5، تقسيم 10 على 4 بي زائد 20 تعادل ضربها بالمعكوس، إذن أي ضربها بأربعة بي زائد 20 على 10. لقد قمت بتغيير إشارة القسمة إلى ضرب وقمت بعكس هذا المقدار. الآن هذا يساوي 2 بي زائد 6 ضرب 4 بي زائد 20 في البسط. لا أريد تخطي العديد من الخطوات، دعني أكتب هذا. 2 بي زائد 6 ضرب 4 بي زائد 20 في البسط، ثم في المقام P زائد 5 ضرب 10. الآن حتى نرى إذا كان يمكننا تبسيط ذلك، سنحتاج إلى استخراج عامل لكل هذه العبارات في البسط والمقام. إذا في البسط 2 P زائد 6، يمكن استخراج العامل المشترك 2، يمكن أن نعيد كتابة 2 P زائد 6 لتصبح هكذا، 2 ضرب P زائد 3، ثم 4 بي زائد 20 يمكن أن نعيد كتابتها كالتالي، سنستخرج العامل المشترك 4 فتصبح 4 ضرب بي زائد 5، ثم لدينا في المقام بي زائد 5، لدينا بي زائد 5 يمكن أن نضعها في المقام بي زائد 5. حتى العشرة يمكن أن نتخذها كعمل مشترك عند تحليلها إلى مركباتها الأساسية أو عواملها الأساسية، أي أن عشرة عبارة عن هنا عبارة عن 2 ضرب 5، هذه هي العشرة. دعونا نرى ما يمكن تبسيطه. بالطبع هذا كله علينا أن نضيف تحذير أن P يجب أن لا تساوي ناقص 5، علينا أن نضيف هذا القيد على المجال حتى تصبح نفس العبارة التي ابتدأنا بها. الآن ماذا يمكن أن نحذف؟ لدينا 2 على 2 بالتالي تحذف، ولدينا P زائد 5 على P زائد 5، ونعلم أن P زائد 5 لا تساوي 0 بسبب هذا القيد، إذا نحذفهما. ماذا تبقى لدينا؟ لدينا في البسط 4 ضرب 4 ضرب بي زائد 3، وكل ما لدينا في المقام هو هذه الخمسة المكتوبة باللون الأخضر،
وهكذا انتهينا. يمكن أن نكتب هذا كالتالي 4 على 5 ضرب بي زائد 3، لكن لا نريد أن ننسى أن علينا إضافة القيد وهو أن بي لا تساوي ناقص 5. هذا رياضيا يساوي هذا هنا.